محاضرة مشتركة للشيخين الفاضلين عبد الله كردي وجمال التالبي حفظهما الله، الأولى بعنوان الله يعاملك كما تعامل عباده، والثانية اسم الله العظيم. كانت بتاريخ 16 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 ألف الهجرة ألقيتا بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الموفق والمعين والميسر الذي وفقنا ويسر لنا وأعاننا على زيارة الشيخ شيخنا عبد العزيز البرعي القائم على هذه الدار المباركة، وزيارة إخواننا من المشايخ في هذه الدار وطلبة العلم، فهذا كله بفضل الله لا بحولنا ولا بقوتنا، فله الحمد على ذلك. ثم إخواني في الله، إنما هي مشاركة، وإلا فالمحاضرة للشيخ فاضل جمال التالبي، وسأشاركه ببعض الكلمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وهي حول موضوع أن الله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان أو المرء كما يعامل هذا المرء عباد الله. الله سبحانه وتعالى يعاملك كما تعامل عباده، وقد يأتي بصيغة أخرى، أي الجزاء من جنس العمل. العمل من يعمل سوءا يجزى به، وسنضرب أمثلة مختصرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وقبل ذلك مقدمة تبين المقصود ومدى الحاجة الماسة إلى التعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا مهما بلغنا من القوة أو العلم أو الجاه أو الصحة أو كثرة الأموال، ما أحوجنا وأفقرنا إلى الله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا وأفقرنا إلى رحمته، وما أحوجنا وأفقرنا إلى أن يستر علينا وييسر أمورنا ويفرج وينفس كرباتنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، فنحن الفقراء وهو الغني سبحانه، فقراء إلى رحمته، فقراء إلى مغفرته وعفوه، فقراء إلى ستره وتيسيره، فقراء إلى عونه. فما أحوجنا إلى ذلك كله. وقد جاءت الأدلة تبين هذا الأمر، أي أن الله سبحانه وتعالى يعاملك كما تعامل عباده. من هذه الأدلة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الرواية الأخرى: ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فالراحمون يرحمهم الله. وجاء في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. أو جاء أيضا في رواية: من لا يرحم لا يرحم. فانظر أن رحمة الله بك تحتاج إلى أن تبذل أنت أيضا السبب لتناله هذه الرحمة. فإذا أنت كنت رحيما بأهل الأرض ممن تتعامل معهم على مستوى جيرانك وأبنائك وإخوانك ومن تتعامل معهم في البيع والشراء ومن تتعامل معهم في ماذا التعليم، تحتاج الرحمة في هذه الأمور كلها، ترحم الصغير وترحم العاجز وترحم، والرحمة مطلوبة في أوساط المسلمين وخاصة في هذه الآونة التي كثر فيها ضعف كثير من الناس في مجالات كثيرة يحتاجون إلى رحمة. فإذا رحمت
من في الأرض رحمك الله، وإذا لم ترحم لا ترحم، كما في حديث جابر. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الحديث الآخر: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فانظر إلى المقابل، من نفس كربة عن مؤمن من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أكثر الغصص والكرب يوم القيامة، وما أحوجنا إلى أن ينفس الله عنا في ذلك اليوم. فابذل الأسباب من الآن في تنفيس كرب إخوانك المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، المعسر الذي لا يستطيع سداد الدين، قال أهل العلم يجب أن ييسر عليه وينظر ولا يشق عليه، بل يحرم أن تشق على المعسر إن ثبت إعساره، لقوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من هذه الآية أخذ العلماء تحريم المشقة على المعسر، أو يعني الذهاب به إلى المحكمة أو غير ذلك من الأمور. فمن يسر على معسر يسر الله عليه. وجاء في الصحيحين أن الملائكة قبضت روح عبد فسألوه: هل لك عمل يعني ترجو أن تنتفع به، أو كما جاء في الحديث؟ فقال: لا، إلا أني كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فتجاوز الله عنه. انظر، هذا الرجل ما عنده عمل من أعمال الخير إلا هذا، كان عنده أموال ويداين الناس ويقرض الناس، ويأمر فتيانه الذين يعملون معه أن ينظروا المعسر، أي لا يشق عليه ويصبر عليه، ويتجاوز عن الموسر، إذا جاء يريد السداد يتجاوز عنه بعض ما في ذمته، فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه. والله في حاجة، نعم، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. الله سبحانه وتعالى ييسر حاجة هذا العبد، وما أكثر الحوائج التي نحتاج إلى أن ييسرها الله سبحانه وتعالى لنا في كل مجالات حياتنا. فإذا أردت أن ييسر الله لك حوائجك فكن في حاجة أخيك، أي اسعى في تيسير حاجة أخيك وفي قضاء حاجة أخيك. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، يعني يكون الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك ما كنت أنت ساع في قضاء حوائج المسلمين من إخوانك المسلمين. أيضا من الأدلة التي تدل على هذا المعنى الذي نحن حوله ما جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم ونادى بصوت جهوري: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. انظر، فإنه من تتبع عورة أخيه، ماذا يقابل؟ يقابل بأن الله يتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، في جوف بيت. هذا أمر خطير ينبغي أن تنتبه، ولا تسترسل في تتبع العورات والزلات. وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. أيضا مثال آخر في مسألة الدين، وهو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد قضاءها أو أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. انظر على أمر خطير، من
أراد أداءها أخذ أموال الناس، ما أحد يستغني، لا أحد يستغني عن الاقتراض، مع أن الدين الأفضل أن الإنسان يبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن قد يحتاج ويضطر فيأخذ ويستدين، سواء مالا أو أشياء عينية، أصحاب البقالة أو صاحب ماذا المواد الغذائية، لكن عنده نية صالحة أنه يؤدي هذا المال الذي أخذه، فالله سبحانه وتعالى ييسر له قضاء دينه وأداء هذا المال. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن مات قبل أن يؤدي ذلك المال أدى الله عنه لما كان عنده من النية الصالحة والعزيمة على أداء هذا المال. وانظر في المقابل ذاك الذي أخذ المال يريد إتلافه، أخذ المال يريد إتلافه، أتلفه الله. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، الجزاء من جنس العمل. وأيضا جاء في هذا الباب حديث الذي جاء عن أبي صرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. وجاء في رواية: من ضار أضر الله به. فهذا أيضا يدلك على أن من سعى في إضرار الناس حصل له الجزاء من جنس عمله فأضره الله. من سعى في إضرار الناس أضره الله، ومن شق على الناس شق الله عليه، ومن شق على الناس شق الله عليه. فهذه أمثلة مختصرة، أي أتيت بها على سبيل الاختصار لتبين هذا الأمر الذي ينبغي أن ننتبه له، وأن نعامل الناس بما نحب أن يعاملنا الله به. ترحم لترحم، تيسر ليسر عليك، تستر لتستر. من ستر على مسلمين ستر الله عليه، ما أكثر العيوب والعورات، وما أحوجنا إلى ستر الله سبحانه وتعالى. ونحتاج إلى تفريج الكرب يوم القيامة، وننفس كرب إخواننا من المكروبين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أكتفي بهذا القدر، وأترك المجال للشيخ الفاضل جمال التالبي حفظه الله فليتفضل. إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين الغر الميامين، وعلى صحابته الراشدين الهداة المهديين، وعلى من سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره وسلك مسلكه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن وفقنا في هذا اليوم المبارك لزيارة شيخنا المبارك عبد العزيز أعزه الله في الدنيا والآخرة، ووفقه إلى كل خير، وصرف عنه كل شر ومكروه، وشفاه الله عز وجل من كل داء. كذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى لزيارة هذه الدار المباركة العامرة بعودة شيخها من الرحلة العلاجية التي من الله عز وجل عليه بالعافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالعافية وكمال العافية ودوام العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وجميع المسلمين إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم وعن المسلمين كل شر وسوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر مشائخ هذه الدار المباركة، والذين تسبب بعضهم في دعوتنا إلى هذه الدار المباركة في هذا اليوم المبارك، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى كل خير. وأشكر شيخنا عبد الله الكردي وفقه الله إلى كل خير على الكلمة الطيبة التي بدأ بها، وتمنيت أنه أكملها وكفانا المؤنة، لأنه بدأ بحديث طيب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم
للعمل بما سمعناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الفضلاء، ذكر الشيخ المبارك أن الله جل وعلا يعاملنا بما نعامل الناس، ومعاملة الله جل وعلا هي باختصار صفاته وأفعاله جل جلاله وتقدست أسماؤه التي اتصف بها والتي يفعلها سبحانه وتعالى، ويتأتى لنا ذلك والعمل بذلك إذا عرفنا الله جل وعلا حق المعرفة. فمن عرف الله جل وعلا بأسمائه وعرف الله جل وعلا بصفاته عبده وما عصاه، وتخلق واتصف ببعض ما ينبغي له أن يتصف به وما هو مأذون له أن يتصف به من تلك الصفات العظيمة التي يقابله الله جل وعلا بها إن اتصف العبد بها، كما سمعنا أن من رحم رحمه الله، ومن ستر ستره الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، إننا بحاجة ماسة إلى أن نعرف الآمر جل وعلا من أجل أننا نسارع ونسابق في تنفيذ أمره سبحانه وتعالى، لأن من أعز المعرفة أن يعرف الناس ربهم جل وعلا، فمن عرف الآمر تفانى في تنفيذ الأمر، من عرف الآمر تفانى في تنفيذ الأمر، ومن عرف الناهي اجتنب النهي، اجتنب النهي إذا عرف أن الله جل وعلا هو الناهي. ولذلك فإن هذه هي أعز المعرفة وأعظم العلم، أن يعلم الناس ربهم سبحانه وتعالى. وقد أمر الله جل وعلا بأعظم أمر في كتابه أن قال للناس أن يعرفوه سبحانه وتعالى، فقال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. ثنى بالعمل بعد العلم، لأن من علم أنه لا إله إلا الله عمل بمقتضى هذا العلم. نعم أيها الفضلاء، فإن العلم الأعلى هو العلم بالله جل وعلا الأعلى. ألم يقل الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى؟ فالله هو الأعلى، والعلم به جل وعلا هو العلم الأعلى، وهو أشرف العلوم، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن العلم يتعلق يا عباد الله بمن تعلم العبد. فإن الإنسان إذا تعلم عن الله جل وعلا كان هذا هو أشرف العلم، كان هذا هو أشرف العلم الذي ينبغي علينا أن نسارع إليه. وإن المعرفة بالله جل وعلا دلنا الله عليها، لأنه لا يعلم من هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعرف القدر العظيم لنفسه إلا هو جل وعلا، ولا المكانة والمكان إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك فإن الذي علمنا بنفسه هو الله جل وعلا، الذي علمنا بنفسه هو الله. وعلمنا الله جل وعلا بنفسه بأسمائه وصفاته، وعلمنا بنفسه سبحانه وتعالى، وعرفنا عنه جل وعلا بمخلوقاته، ودلنا جل وعلا على معرفته سبحانه وتعالى بآلائه ونعمه. فإن هذه هي الأسباب التي نعلم ونعرف بها ربنا سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته عرف الله،
من عرف الله جل وعلا بمخلوقاته العظيمة التي خلقها جل وعلا عرف الله. من تأمل في آلاء الله ونعمه التي أنعم الله جل وعلا بها علينا عرف الله سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، إن من نعم الله علينا نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة العافية، وهذه من أعظم النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. ونعمة الأمن من أعظم النعم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت أو حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا بين يديه شرقها وغربها، لأنه قد أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. نعم يا عباد الله، وإن من أجل النعم، وإن أجل النعم على الإطلاق التي أنعم الله جل وعلا علينا بها هي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فمن عرف الله ووحد الله سبحانه وتعالى فقد أخذ بهذه النعمة العظيمة، يلقى الله موحدا، يلقى الله مؤمنا، يلقى ربه جل وعلا ليس في قلبه شرك وليس في عمله شرك. هذا هو الذي عرف ربه على الحقيقة التي أرادها الله جل وعلا من عباده. ومن نعم الله عز وجل علينا، ومن نعم الله عز وجل علينا نعمة الزواج. قال ربنا جل وعلا: وخلقناكم أزواجا. وقال الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. تأمل هذه الآية، قوله من أنفسكم أي من جنسكم ليس من جنس آخر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فخلق الله الأزواج ثم جعل السكنى بيده سبحانه وتعالى، أن أنعم على القلوب بأن تسكن، بأن تسكن بعضها إلى بعض. قال الله جل وعلا: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه آية يتعلمها ويعرف قدرها ويعرف حقيقتها ويشكر الله جل وعلا عليها من تأمل في هذه النعمة. وسنسأل عنها بين يدي الله، لأن من وفق للزواج ولا زال بصره يحول حول الحرام، وهكذا قلبه يهم بالحرام، ولربما واقع فرجه الحرام، سيسأل عن هذه النعمة. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ انظروا إلى هذه النعمة. يا من نظر إلى الحرام وقد وفقه الله عز وجل للزواج، يا من وقع في المعاصي والآثام، يقول الله له: ألم أزوجك؟ ماذا سيكون الجواب أمام الله سبحانه وتعالى؟ أيها الفضلاء، هذه إطلالة سريعة يسيرة حول كيف نعرف الله جل وعلا بالنعم التي أنعم علينا جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. فنعمة الهداية أيضا من أعظم النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. لذلك من تأمل في النعم التي أنعم الله جل وعلا عليه بها
عرف المنعم، عرف المنعم، ومن عرفه شكره، ومن شكره ذكره، ومن ذكره عبده، حتى يلقاه، حتى يلقاه. أيها الفضلاء، اعلموا بارك الله فيكم أيضا أننا نتعرف على ربنا جل وعلا بمخلوقاته التي خلق سبحانه وتعالى، ومن مخلوقاته الشمس والقمر والليل والنهار، وهي من آلائه أيضا التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، لأن من عرف هذه النعم سجد للمنعم لا غير، سجد للمنعم لا غير. هذا الذي ينبغي أن نعلم عن الله جل وعلا. وإني أريد أن أتحدث عن شيء ينبغي علينا أن نتنبه له، وهو معرفة الله جل وعلا أيضا بأسمائه وصفاته. وأسماء الله عز وجل حسنى وصفاته عليا. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وقال الله جل وعلا: وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، هو الوصف الأعلى. والأسماء الحسنى هي لله جل وعلا، والله سمى نفسه ولم يأذن لأحد من خلقه أن يسميه جل وعلا، فسمى نفسه إما في وحي الكتاب أو في وحي السنة، أو في وحي السنة. وإن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي نعرف بها ربنا سبحانه وتعالى اسم الله العظيم، اسم الله العظيم. هذا الاسم لربما تهتز له السماوات والأرض. اسم الله العظيم، من الذي يقف أمام هذا الاسم إلا وعظم ربه سبحانه وتعالى. قال الله: فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. ولما أخبر الله عن أحوال أهل النار يوم القيامة: ومن يأخذ كتابه بشماله، قال الله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب؟ ما الذي أوصله إلى هذه الحال؟ إنه كان لا يؤمن، لا يؤمن بالله العظيم. أيها الناس، عباد الله، الذي يؤمن بالله العظيم، الذي يؤمن بالله العظيم لا يمكن أن يعصي الله وقد عرف أنه عظيم. وإن زل أو وقع واستدرجه الشيطان تاب مسارعا لله العظيم سبحانه وتعالى، وإلا سيقال له يوم القيامة إذا ورد النار وأخذ كتابه بشماله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الإيمان بالله العظيم معناه أن نعتقد بأن الله جل وعلا عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في ملكوته، عظيم في خلقه، عظيم جل وعلا في مكانه،
عظيم سبحانه وتعالى في قدره، هو العظيم سبحانه وتعالى، عظيم أزلا وعظيم أبدا، عظيم أزلا وعظيم أبدا، عظيم بكل معاني العظمة. لأن الخلق إذا تعاظموا يا عباد الله فيتعاظم العبد ويظهر عظمته بماله، بماله الذي كان قبله فقيرا. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غناه مطلق، غناه مطلق، وفقرنا إليه محقق، وفقرنا إليه محقق يا عباد الله. حتى ولو كنا في غنى، حتى ولو كنا في غنى، لأن غنانا سبقه فقر، وسيلحقه العدم، وسيلحقه الفناء، وسيلحقه الفناء والزوال. نعم أيها الناس، وهكذا يتعاظم الناس بقوتهم وسلطانهم والله جل وعلا هو القوي المطلق سبحانه وتعالى. فإن من تعاظم بقوته وسلطانه وجاهه قد كان قبل ذلك نسيا منسيا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان هذا المتعاظم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وربما افتخر الناس وتعاظم الناس بعلمهم الذي كان الذي كانوا قبل ذلك جهالا. فما من عالم إلا وقد سبقه جهل، إلا وقد سبقه الجهل. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا عن حاجاتكم وعن أوصافكم وعن ممتلكاتكم وعما تحتاجون إليه فضلا عن غير ذلك، لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو فقير من ناحية الغنى، فقير من ناحية العلم، نسيا منسيا لم يكن شيئا مذكورا من ناحية الجاه والسلطان والقوة والمكانة وغير ذلك أيها الناس. ثم من اعتز بهذه الأمور ستفنى وستزول، ستفنى وستزول. وأما عظمة الله وقوة الله وغناء الله وملكوت الله جل وعلا فهو متصف بكل ما ذكرناه وبأكثر مما ذكرناه، لا أحصي ثناء عليه. أنت كما أثنيت على نفسك هذا رسول الله، فما بالي وبالك، فما بالي وبالك. ماذا سنتحدث عن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إلا بشيء يسير مما علمنا سبحانه وتعالى. وفي النهاية نحن جهال إن لم نعلم عن الله جل وعلا. أيها الفضلاء، من أسماء الله كما سمعنا العظيم سبحانه وتعالى، وقد سمى الله جل وعلا نفسه العظيم، سمى نفسه العظيم، وهكذا أخبرنا نبينا في وحي سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن اسم الله العظيم وعن صفة الله جل وعلا العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فالله جل وعلا هو العظيم، من سبحه على أنه العظيم يوشك أن يصل إلى أن يعظم الله سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، هذا الاسم العظيم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه نحتاج أن نعرف معناه، نحتاج أن نعرف معناه. وقد
تحدثت عن شيء من ذلك، وإن من معاني اسم الله جل وعلا العظيم أنه عظيم القدر، عظيم المنزلة، عظيم المكان، عظيم الذات، عظيم الصفات سبحانه وتعالى. كذلك عظمته جل وعلا لم يزل عظيما في الأزل ولم يزل عظيما في الأبد سبحانه وتعالى. عظمته جل وعلا بكل معاني العظمة، بكل معاني العظمة، لأن من تعاظم بالمال فالله جل وعلا هو رب المال، ومن تعاظم في العلم فالله هو الذي أعطاه العلم، ومن تعاظم بالجاه والسلطان فالله عز وجل هو الذي ملكه ذلك. وكل هذه الأوصاف الله عز وجل أحق بها سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا هو العظيم سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نعرف كيف نتعبد لله جل وعلا باسمه العظيم. وقبل هذه النقطة أذكر شيئا من عظمته ومن مظاهر عظمته سبحانه وتعالى. فذكرنا أنه عظيم الذات، عظيم الصفات، كذلك هو عظيم في خلقه جل وعلا، عظيم في خلقه جل وعلا. فمخلوقاته التي خلق جل وعلا مخلوقات عظيمة، حتى دل الله عز وجل العبد أن ينظر في نفسه، لأن خلق الإنسان خلق عظيم. قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ودلنا أن ننظر إلى ملكوت السماوات والأرض، فقال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلقها أكبر من خلق الناس. أخبر الله عن السماء أنه بناها، فهي سماوات سبع مبنية بناها الله جل وعلا. قال الله عز وجل: والسماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن السماوات والأرض أنها كانت رتقا، فقال الله: أي كتلة واحدة، كانت كتلة واحدة، ففتقها الله سبحانه وتعالى. وهذا من دلائل عظمته جل وعلا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالسماوات والأرض فتقها الله بعد أن كانت كتلة واحدة، ثم جعل منها سبع سماوات طباقا، وجعل منها سبع أراضين، أي هذه الكتلة العظيمة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما. من دلائل ومظاهر عظمته سبحانه وتعالى هذا الكون الشاسع الفسيح الذي نراه، الذي نرى ما استطعنا أن نرى منه، الذي قال الله جل وعلا فيه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما لا تبصرون. فنحن نبصر ما أراد الله أن نبصر، وما استطعنا أن نبصر
وبقيت أشياء لا نستطيع أن ننظر إليها ولا نبصرها، لذلك أقسم الله جل وعلا بذلك. هذا الكون بسماواته وأرضه سيكون في قبضة الله جل وعلا يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، ألم تعلم أن الله يجعل السماوات على أصبع؟ أو أعلمت أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ضحك تصديقا لقوله وتلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه السماوات السبع والأرضون السبع تكون في قبضة الله جل وعلا، الله على كل شيء قدير. قال الله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه السماوات السبع والأرضون السبع عباد الله وجد ما هو أعظم منها، وخلق الله جل وعلا ما هو أكبر منها، وإن مما خلق الله ما هو أكبر منها الكرسي الذي ذكره الله جل وعلا في آية واحدة هي أعظم آيات القرآن لعظمة ما ذكر الله فيها من أسمائه وصفاته، فهي عشر جمل ذكر الله عز وجل فيها أسماءه وصفاته العلا ذكرها الله، ولذلك كانت هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. فيها وسع كرسيه السماوات والأرض. معلوم أنه وسعها، أي أنها تدخل فيه وأنه يتسعها وأنها تأخذ من مساحته الشيء اليسير. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاح، إلا كحلقة في أرض فلاح. انظر إلى سعة الأرض فقط، إلى سعة الأرض فقط، وإذا دخلت في كرسي لا تكون إلا كحلقة في أرض فلاح، أي أرض صحراء. فلا إله إلا الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش. إذن بقي العرش، ما هو أعظم من الكرسي؟ ما هو أعظم من الكرسي؟ وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. سبحان الله. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. إذن السماوات والأراضون والكرسي إذا دخلت في العرش تأخذ من مساحة العرش ما تأخذه حلقة في أرض فلا إله إلا الله. هذا العرش العظيم الذي وصفه الله بالعظيم والذي وصفه الله عز وجل بالكريم، نعم، والذي وصفه الله بالمجيد، أوصاف عجيبة وصف الله عز وجل بها العرش. لكن في المقابل نجد أن الذين يحملون العرش في نظر من سمع
هذه الآية قليل. قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلما ينظر العبد إلى العدد ثمانية، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم في وحي السنة أخبرنا عن واحد من هؤلاء الثمانية لأن الله أذن له أن يخبرنا بذلك. فقد ثبت عن جابر بن عبد الله كما في سنن أبي داود أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. قال عليه الصلاة والسلام: قد مرغت رجلاه الأرض السفلى، الأرض السفلى. وقد سبق أن الأراضين سبع، وقد مرغت رجلاه الأرض. قال: ورأسه أو قرنه منحن تحت العرش. لا إله إلا الله، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسافة التي لي ولك ربما أربع بنات. شحمة الأذن واضحة، والعاتق الكتف، الكتف ما بين شحمة أذنه وعاتقه، أنت ما بين شحمة أذنك وعاتقك ربما أربع بنان هكذا بالعرض. طيب، وهذا الملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. هذه المسافة العظمى، هذه المسافة العظمى لمخلوق خلقه الله جل وعلا. أخبرنا نبينا في وحي سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي أخبر الله عنها: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة على هيئته وصورته التي خلقه الله جل وعلا عليها. له 600 جناح، له 600 جناح. يا عباد الله، لو قيل لك يوجد طائر له 3 أجنحة ستستغرب أين الجناح الثالث، لأنه من المعلوم أننا نرى كل طائر له جناحان عن اليمين وعن الشمال. فلو قيل 4 أين سيكون الرابع، أين سيكون الثالث؟ فما بالنا بمخلوق له 600 جناح، إذا مد جناحا حجب الأفق. وقد رآه النبي منهبط في الأفق كما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا الملك الكريم، هذا الملك الكريم الذي أخبر نبينا عنه أخبرنا الله جل وعلا عنه أيضا. قال الله: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. ما النذير وما المؤتفكة وما معنى أهوى؟ المؤتفكة قرى وليست قرية، قرى قوم لوط، قرى قوم لوط. وأهوى أي قذفها الله جل وعلا بأمر منه لجبريل أن قذفها من قرب عنان السماء الدنيا إلى أن أسقطها إلى الأرض. هكذا قال الله: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. من الذي يستطيع أن يحمل قرى، أن يحمل فوق وزنه، أن يحمل فوق وزنه بشيء يسير ساعة من نهار، ساعة من نهار؟ وهكذا كل مخلوق من الجن والإنس، ماذا عسى الله أن يفعل هذا المخلوق؟ وهذا المخلوق العظيم أرانا الله جل وعلا فيه
من عجائب قدرته سبحانه وتعالى أن يرفع قرى حتى سمعت ملائكة السماء الدنيا نبيح كلابهم نبيح كلابهم حين أن أهواها الله وقذفها الله جل وعلا من مكان بعيد. قال الله جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. من عرف عظمة المخلوق دلته هذه العظمة إلى عظمة الخالق القائل جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فما صنع الصانعون وزرع الزارعون وأتقن المتقنون في هذه الحياة الدنيا إلا وذلك فعل لله جل وعلا، فهو القائل سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وخلق صنعكم. إن الله خالق كل صانع وصنعته التي صنعها. فأعجب الصنائع التي نراها هي خلق لله الذي خلق العقول وخلق الإدراك وخلق الحركة في هذا المخلوق حتى فعل ما أذن الله جل وعلا له أن يفعل. أيها المؤمنون، إن دلائل عظمة ربنا سبحانه وتعالى عظيمة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. في كل شيء ستجد عجبا ينبئك هذا الكون بسماواته وأراضيه الذي أصبح كتابا مستورا يتحدث عن الله جل وعلا، يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن عظمته، عن قهره، عن قوته، عن خلقه، عن ما فعل سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولكن عباد الله، كيف ينبغي لنا أن نتعبد لربنا جل وعلا بمقتضى اسمه العظيم سبحانه وتعالى؟ سبق أن قلت لكم أن من عرف الآمر تفانى في تنفيذ الأمر، تفانى في تنفيذ الأمر. ولماذا قام النبي حتى تفطرت قدماه؟ لماذا؟ لأنه القائل عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. النبي هو أعلم الناس بالله جل وعلا، وهو أكثر الناس خشية لله. من أين جاءت الخشية؟ من العلم بالله سبحانه وتعالى. فلما علم الله جل وعلا، لما علم ربه سبحانه وتعالى، عبده بهذه العبادة. قال كما في حديث عائشة وجاء من حديث غيرها: أفلا أكون عبدا شكورا. يقوم حتى تتفطر قدمه، قام ليلة وبكى حتى بل حجره، ثم بل مكان سجوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا البكاء الذي يبل الثياب إنما هو بكاء الخائفين الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب. نعم يا عباد الله، فمن عرف الله عبده، من عرف الله اتقاه، من عرف الله خشيه، من عرف الله لم يعص الله جل وعلا، وقد عرف ربه سبحانه وتعالى. لكن من تفقه في الأوامر ونسي الآمر أين يصل به الحال؟ يصل به الحال إذا لم يطق الأمر، أو إذا زل به الشيطان، أو إذا نفسه الأمارة بالسوء أحبت السوء، يتفانى في التخلص من الأمر، يحاول أن يتخلص من أمر الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه ما عرف الآمر. أما من عرف الله
كما يريد الله سبحانه وتعالى. فتلك المعرفة التي سمعنا بها بكاء الصحابة وخشية الصحابة وزهد الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم عرفوا الله جل وعلا، دلهم الله عليه فعرفوه، ودلهم النبي على ربهم جل وعلا فعرفوه، فتفانوا وضحوا في حياتهم كلها من أجل الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، مما نتعبد لله جل وعلا باسمه العظيم، باسمه العظيم، أن نذكره باسمه العظيم، وأن نسبحه باسمه العظيم، وأن نعبده باسمه العظيم جل وعلا. ولن يتأتى هذا إلا إذا عرفناه جل وعلا واستيقنا في أنفسنا عظمة الله وقدرنا الله حقا قدره جل وعلا. هنا سنتعبد لله جل وعلا باسمه العظيم. إن من الأدعية العظيمة التي ينبغي علينا أن نعبد ربنا جل وعلا إذا زادت على العبد الهموم وكثرت عليه الكروب واجتمعت عليه الديون، ماذا يفعل؟ يسبح باسم ربه العظيم، يذكر الله جل وعلا باسمه العظيم سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الكرب العظيم. وأخبر نبينا كما في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذه كلمات الفرج، هذه كلمات الهموم، هذه كلمات لقضاء الديون. من قالها فرج الله همه، من قالها أذهب الله كربه، من قالها صدقا من قلبه قضى الله عز وجل دينه. وقد جاء في السنن هذا الحديث: دعاء الفرج. هذه أدعية الفرج التي ينبغي أن نتعبد لله جل وعلا بها. كذلك عباد الله، إذا دخلنا المسجد ماذا نقول؟ في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا إذا دخلنا المسجد أن نذكر الله العظيم سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى لا تعظم الدنيا في قلوبنا، حتى لا تعظم الأهواء في أنفسنا، فنعظم ربنا العظيم سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعاء دخول المسجد أن من دخل المسجد فليقل: أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من قال هذا عند دخول المسجد أعاذه الله من الشياطين، وإذا قالها صدقا من قلبه وفق للخشوع في صلاته بإذن الله، لأنه التجأ بالله العظيم وبسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. فمن استعاذ بالله أعاذه. هكذا عباد الله، أيضا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من أتى مريضا، أن من أتى مريضا لم يحضره أجله ماذا يقول؟ فقال عنده: أسأل الله العظيم. انظروا ما أعظم هذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن يشفيك إلا عوفي. من قالها سبع مرات
إلا عفي. رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس. أسأل الله العظيم رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفي إلا عفي. وهكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نقول إذا أمسينا وإذا أصبحنا بمثل هذا الدعاء العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد بأفضل مما جاء منه يوم القيامة إلا رجلا قال مثل ما قال وزاد عليه وزاد عليه. رواه مسلم. هكذا عباد الله ننظر إلى العبوديات بأنها قرنت بعظمة الله جل وعلا. بل قد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم نقوله في كل ركعة فرضا كانت أو نافلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. لماذا نعظم الرب؟ لأننا في حالة خضوع وذل لله جل وعلا، فإذا ركعنا ذلينا لله. أما الركوع فعظموا فيه الرب، فينبغي أن نعظم الرب. ثم دلنا كيف نعظم الرب بأن نقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. رأيتم يا عباد الله؟ إذا نعظم الله عز وجل إذا دخلنا المسجد، إذا آوينا إلى الفراش عند أن نصبح وعند أن نمسي، إذا ركعنا لله جل وعلا في كل وقت نعظم ربنا سبحانه وتعالى. بل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ولو فر من الزحف. سبحان الله، لو جاء بكبيرة وقال هذه الكلمة 3 مرات غفر الله له ولو فر من الزحف. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها 3 غفر الله له، ولو أذنب ذنبا من كبائر الذنوب، لأنه قد تاب إلى ربه باسمه العظيم الذي قال الله فيه: فسبح باسم ربك العظيم. أيها الفضلاء، إن الإنسان يعجل أن يتحدث عن هذا الحديث العظيم، لأنه حديث عن الله سبحانه وتعالى، ومثله يكون من أعجز العاجزين أن يتحدث عن ربه سبحانه وتعالى. لكن أيها الفضلاء، ما الذي يقودنا إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يقودنا إلى تعظيم الله جل وعلا؟ إذا عظمنا الله سبحانه وتعالى في أسمائه، إذا عظمنا الله جل وعلا وتأملنا وتفكرنا في آلائه، إذا عظمنا الله جل وعلا في مخلوقاته سبحانه وتعالى، من هنا سيأتي التعظيم لله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن ستجدون آيات القرآن تختم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فمن عظم القرآن عظم الله جل وعلا، من عظم القرآن عظم الله، ومن عظم ما في القرآن عظم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يأتي التعظيم لله جل وعلا. سيقف الواحد منا بعد أن يعرف شيئا من عظمة الله أمام الذنب والمعصية ويقول: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. سيختلي
الواحد منا في الخلوة ثم لا يجرؤ أن يقع في الذنب والمعصية، لأنه يعلم أن الله جل وعلا ينظر إليه وهو عظيم سبحانه وتعالى قادر على أخذه في نفس الوقت في نفس المعصية، قادر على أن يزلزل الأرض من تحت قدمه سبحانه وتعالى. ولذلك يا عباد الله، قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لا إله إلا الله، أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، على مكانتهم في بقعة الذنب والمعصية، لو شاء الله لشل الحركة، لأذهب البصر، لأوقف الدم، لجمد الحركة، لجمد الدماء في العروق، وقد جمد كثيرا من الناس، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. فينبغي أن نستشعر هذا، فإذا استشعرنا هذه الحقائق عظمنا الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، والرقيب هو العظيم جل وعلا. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تكاثرت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إلى هنا أقف وقفة العاجز عن ذكر ربه باسمه العظيم سبحانه وتعالى، وأسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمعرفته، المعرفة التامة التي نخشاه بها ونتقيه بها ونراقبه بها سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا إلى كل خير، واصرف عنا كل شر ومكروه، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين، وذلا للشرك والمشركين، يا حي يا قيوم، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم الطف وارحم بإخواننا المستضعفين في غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين، يا من أنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.